وياها على الفيس وعلى الفايبر وما ترد. شنو بعد زعلانة؟ أحسن شي خلي خابرها. يشوف صور وكتابات إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك بعدك بشبابك. شنو هاللعبة الجديدة منها؟ الله يصبرنا على أخبارها. أحسن شي خابر خوته. شو تتفاول على روحتين صالح؟ قل يا اخي تفتح تلفون حتى لو زعلان مني. لا تطلع بعد منك. شنو قصدك؟ ربك موك الشقة وانا صحيح. محمد اختي راح وما ترجع بعد. الموت خير. شنو الشقة؟ اكيد الشاطون. هاي لعبة حتى صالح مو؟ يلا روح صحيح. صحيح مشتاق لها. ترى راح تبدون شقة. كنا عشان ناس الصغير عرفنا. خلص كافي شقي. قولي انا اسف. قولي انا اسف لو زعلتها. قولي ما راح ازعلها مرة ثانية. قولي لها ما اقدر على زعلها. شوف صراحة قبل ان تروح. حتى بعد ما يفيد الحكي. راح. مر شريط ذكريات مقبالة بثواني. يتذكر كل لحظة اخبار منها. يتذكر شقاهم وضحكهم. يتذكر الأيام الحلوة والمرة اللي عاشوها سوية واللي زاد الصدمة أكثر من حكت وياه آخر مرة قالت له لا تزعلني أخاف أموت وأنا زعلانة منك. نصيحة مني لا تزعل إنسان تحبه. هو اليوم يمك بس يجوز الباكر مو يمك.